نود أن نلفت عناية السادة الحضور والمشاهدين بأن العد التنازلي للعرض المباشر هذه الليلة من برنامج الشاشة لك قد انطلق. نرجو منكم التكرم بأخذ مقاعدكم. الشاشة لك الشاشة لك الشاشة لك الشاشة الشاشة لك رحبوا معنا بمقدم برنامج الشاشة لك علي العزازي. الشاشة لك الشاشة لك الشاشة لك الشاشة الشاشة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وبارك أوقاتكم مشاهدي وحضوري الكرام، وبسم الله نبدأ ليلتنا الثامنة من ليالي هذا البرنامج وهذه المنافسة وهذه الجائزة الأولى للأفلام القصيرة على الهواء. الجائزة الذهبية 100,000 ريال سعودي، الجائزة الفضية 50,000 ريال، الجائزة البرونزية 25,000 ريال. الشاشة لك فكن لها. إذن تحية طيبة مباشرة من هنا من صالة عرض الشاشة لك ومن استوديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. الليلة عندكم وعندنا 5 أفلام جديدة تدخل لهذه المنافسة ضمن مسار الموضوعات المحددة. إذن أفلام جديدة وكذلك نطلق منافسة جديدة وكذلك نرحب بعضو لجنة تحكيم جديد. الليلة كلها جديد في جديد، ولكن دعونا في البداية نرحب بالقديمين. الله يا زمن صاروا قديمين. نرحب بداية بعضو لجنة تحكيمنا الموقر أستاذ محمد بايزيد من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الله سعيد بكوني معكم جداً الليلة، والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بك أخي الحبيب علي، اشتقنا لك في الحلقة الماضية و بديلك قام بدور ممتاز. الله يسعدك يا رب. طبعا هذه شهادة يعتز فيها، وإحنا كنا نسوي تجربة صراحة معه، لكن التجربة للأسف نجحت. شكرا للأستاذ محمد بايزيد، ونرحب كذلك بعضو لجنتنا الواثق من نفسه الواثق الصادق. الشاشة لك الشاشة لك كاس لكل الجمهور الحبيب، وأتمنى إن شاء الله مشاهدة ماتعة للجميع بإذن الله. الكرسي جنبك فاضي لكن بعد شوية هيكون مليان، يعني بعدين حسه بارد لأنه صاحبه في كندا. يختلف الجو. إذن نرسل تحية دافئة من هنا إلى حبيبنا محمد عبيد الله الذي الذي قام بدور كبير وعظيم ورافقنا طوالة هذه الفترة، ويحتاج إلى إنسان من وزن ثقيل جدا حتى يملأ ما تبقى من وقت هذا البرنامج، ولهذا كانت المهمة صعبة جدا علينا حتى نفوز بضيف وعضو لجنة تحكيم وملهم من الوزن الثقيل. وبنا نتعرف على عضو لجنتنا الرابع في موسمنا الرابع. عضو لجنة التحكيم في برنامج الشاشة لك الدكتور نايف بن خلف الثقيل، مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما. حصل على درجة الدكتوراه في الدراما من جامعة إكستر
في المملكة المتحدة بريطانيا، شارك في تمثيل العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية، أخرج جملة من الدراما التلفزيونية والمسرحية، حصد العديد من الجوائز في مجال التمثيل من مهرجان قرطاج الدولي للمسرح ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، وحصل على جائزة المركز الأول كأفضل ممثل من مهرجان الشباب المسرحي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي، كما حصد العديد من الجوائز في مجال الإخراج في مهرجان الشباب العربي بالإسكندرية بأفضل عرض وأفضل مخرج في أسبوع الثقافة الثالث للجامعات الخليجية، وجائزة أفضل مخرج من مهرجان الشباب المسرحي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا نايف أثقيل. أنا طبعا كنت صادق لما قلت ضيف من الوزن الثقيل اسما ومعنا وسيرة وطلة. حياك الله دكتور نايف بن خلف. حياك الله، بس مو بالثقيل. اي ما ادري ليش ثقيل. ليش عندنا عاده كذا بتصغير الاسماء؟ انا ما اعرفها، ما ادري، بس على العموم انا سعيد بالمشاركه معكم وسعيد بهذه التجربه وسعيد بان اكون معكم وعلى اساتذه في لجنه التحكيم. الله يسعدك، ما شاء الله سيرتك. طبعا هذه مختارات بسيطه، السيره ما شاء الله يعني الحمد لله، لو بنقول نصفها انت وقت البرنامج ولا اكتمل. الحمد لله، احنا سعداء جدا بمشاركتك لنا دكتور نايف بن خلف. وانا اسعد اكثر. والمشاهدين والمشاركين يتساءلون، خصوصا احنا على اعتاب مسابقه ومنافسه جديده نعلن عنها بعد قليل، كيف يقيم عاده الدكتور نايف بن خلف ما يشاهده من افلام ومن اعمال؟ الحقيقه انا طبعا حديث عهد بمساله الصوره كمنتج فني سينمائي. انا من 7 سنوات كنت في بريطانيا، وكان تجربتي مقتصره على المشاهده فيما هو جديد على مستوى دور السينما، وكان تخصصي في مجال المسرحي بالذات وفي مجال الاداء التمثيلي هو الذي اخذ وقتي اخذ وقتا كثيرا في قضيه دراستي. من سنتين عدت الى المملكه وبدات انضممت الى جامعه الملك سعود، ومع الاعباء الاكاديميه الحقيقه لم حتى اكون صريح معكم على الساده المشاهدين، لم اجد الفرصه الحقيقه لمتابعه ومواكبه ما هو الحقيقة ممتع على مستوى السينما الشبابية والسينما الجديدة، لكن أنتم أتحتوا لي هذه الفرصة، شكرا لكم. والله نحن سإن شاء الله نبهرك بما هو ممتع، وسننبهر أكثر وأنت دكتور وما شاء الله حاصل على جوائز، ولكن من تواضعك يعني تذكر مثل هذه الاعتذارات المسبقة، لكن نحن على يقين بأنك ثقيل في تحكيمك وثقيل في قدرك، و سنثبت ذلك ابتداء من هذه الليلة بإذن الله. شكرا جزيلا. لدينا كذلك خبر جميل، أنه عندما ذهب عضو لجنة التحكيم محمد عبيد الله لم تذهب معه بطاقة التأهل الخاصة به. تعرفون أن كل عضو لجنة التحكيم لديه بطاقة تأهل في النهائي يمنحها لأي فيلم لم تسنح له الفرصة بالتأهل. 3 بطاقات موجودة، وبطاقة رابعة جاءت مع الدكتور نايف بن خلف. إذن أصبح لدينا 4 بطاقات تأهل لأفلامكم، تضاف إلى 4 أفلام المتأهلة بشكل طبيعي. إذن احتمالية أن تكون لدينا 8 أفلام في النهائي هي احتمالية كبيرة جدا. طبعا نحن أغلقنا باب المنافسة في المسار المفتوح منذ زمن، ثم أغلقنا باب المنافسة في المسار المحدد بال5 قيم، والليلة نشاهد 5 أفلام في هذه القيم الخمسة، ولكننا وكعادة البرنامج نستمر في إضافة المزيد من الإثارة والإبهار لهذه المنافسة وهذا البرنامج. والليلة والآن نعلن على بركة الله انطلاق منافسة جديدة من منافسات الشاشة لك، ومسار خاص مع شريكنا الكبير STC، ولذلك كل استاذ STC والشاشة لك يعطون كل من شارك معنا ومن لم يشارك الفرصة مرة أخرى لاختبار فنه وإيصال رسالته عبر فيلم قصير مدته 1 دقيقة. دعونا نأخذ ملامح من طريقة هذه المنافسة وجوائزها، والمزيد تجدونه على موقعنا وعلى موقع STC، وتحديدا موقع لا يوقف أحد مشاريع STC.
إذن مسار الشاشة لك STC والذي يأتي بالشراكة مع مشروع لا يوقف تحديداً وهو تحت قيمة لا يوقف بدعم من شريكنا STC. اصنع فيلماً قصيراً جداً لا تزيد مدته عن دقيقة، يحفز على عمل الخير بكل أشكاله وصوره. ولدينا جوائز خاصة في هذا المسار، الجائزة الأولى 25,000 ريال بالإضافة لرحلة دولية لحضور تصوير أحد إعلانات STC. هذه الجائزة خاصة فقط بالجائزة الأولى، أما الجائزة الثانية فهي نقدية و15,000 ريال، والجائزة الثالثة 10,000 ريال. آخر موعد لاستقبال الأفلام في هذا المسار 9 مايو الموافق 13 شعبان، وتعرض الأفلام المميزة على قناة يوتيوب STC. إذن من الآن وحتى تقريباً 18 يوم نستقبل أفلامكم في موقعنا، ومدتها دقيقة واحدة في أي موضوع يدعو إلى الخير. وهذه مبادرة تأتي بالشراكة مع شريكنا STC، والجوائز كما ترون كبيرة، خصوصاً جائزة الرحلة هذه. وقد سبق وأن ذهب نجوم الشاشة لك الفائزون بجائزة الشاشة لك STC في الموسم الماضي مع STC، وحضروا فعلاً هذه التجربة وكانت تجربة قيمة وثرية. إذن بمناسبة هذه المنافسة، لدي سؤال للجنة التحكيم عن الفيلم الذي مدته دقيقة واحدة، كيف يكون شكله؟ وهل هناك فيلم قصير مدته دقيقة واحدة؟ وهل من نصيحة ذهبية تأخذنا إلى هذه الجائزة؟ لكن بعد وقفة مهمة جدا، وهي وقفة الإعلان عن المتأهل الجديد معنا في هذه المنافسة، والذي فاز على الأفلام الخمسة التي عرضت الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كان معنا صوت لجنة التحكيم للأفلام الخمسة. نستذكر مع بعض صوت لجنة التحكيم، ثم نستمع إلى تقييم فريق النخبة، ونتعرف على صوت الجمهور بعده لنعرف من هو المتأهل الجديد. إذن إلى نتيجة هذا الأسبوع، والبداية مع فريق أو لجنة التحكيم التي أعطت فيلم اللحظة 7 نقاط، وأعطت فيلم متهم بريء أعلى نقاطها 12 نقطة. أنتظر الدوري كان قريباً من فيلم متهم بريء ب11 نقطة. فيلم بذرة حصل على 5 نقاط، أما سر الصندوق فحصل على 10 نقاط. هذه إذن كانت أصوات وتقييم لجنة التحكيم 45. عندنا 25 نقطة بيد فريق النخبة الخماسي، ولدينا في هذا الفريق اليوم عضو جديد يأتي نيابة عن أحد أعضاء فريق النخبة. اكتشفوه بنفسكم واستمعوا إلى تقييم فريق النخبة لأفلامكم الخمسة. السلام عليكم. أتوقع هالمرة فيلم بذرة كان مميز بالنسبة لي من ناحية التصوير والزوايا، وكذلك من ناحية تكامل الفكرة، وكذلك الحوار اللي ساير مع بين الممثلين. فأتوقع أنه أنا راح أعطيه 5 درجات كاملة من درجاتي، وشكرا. السلام عليكم. أمنح 3 نقاط لمشاركة براءة. الجهد المبذول في إضاءة هذه المشاركة جلي وواضح، أداء طفلك اللذيذ ولطيف جدا. أمنح 2 نقطة لمشاركة بذرة. التباين في إضاءة الشخصيتين في هذه المشاركة فيه الكثير من الرمزيات والدلالات الذكية. مرحبا. قبل أن أذكر تقييمي، أود أن أعرج على إشكالية يقع فيها كثير من صناع الأفلام، وهي ختم الفيلم بالرسالة المراد إيصالها، وكأن المخرج يقول أنا لم أثق بقدراتي في إيصال القصة لذلك سوف أختم بالرسالة، أو أنه يقول عزيزي المشاهد أنا لا أثق بفهمك فافهم الفيلم من نهايته. قد يكون هذا الأسلوب مناسب في الإعلانات التجارية أو في الأفلام التوعوية، أما في الأفلام الروائية فهي تعتمد على أسلوب شومي دونت تلمي أو أرني ولا تخبرني، لأنها لغة بصرية بالدرجة الأولى. أمنح 5 نقاط لفيلم متهم البريء كونه لم يقع في هذا المزلق. مرحبا. النقاط الخمس ستكون موزعة كالتالي: سر الصندوق 3 نقاط، متهم بريء 2، وهناك إضاءة بسيطة لصانع الفيلم، وهي أن لغته في التحدث للمشاهد هي الصورة، يفترض به الإسهاب فيها بكل ما يستطيع، ولا يستغني عن ذلك باستخدام النصوص التي تشرح الفكرة وتبين ما يريد قوله للمشاهد، لأن ذلك يعتبر ضعف وإخلال بقدراته الفنية في صناعته للفيلم. دمتم.
مساء الخير جميعا. أعطي نقاطي الخمس موزعة ما بين مشاركة سر الصندوق بثلاث نقاط ومشاركة متهم بريء بنقطتين. تميزت مشاركة سر الصندوق بالأداء وتتابع السرد والصوت، وتميزت متهم بريء بالفكرة وبتوظيف الطفل الذي يعاتب الجوال على سرقة الوقت. كل التوفيق للجميع. إذن هذه هي النقاط 25 من فريق النخبة، وتلاحظون مدى تركيز لجنة التحكيم وفريق النخبة هذا الموسم تحديدا على البعد عن الرسائل المكتوبة والمباشرة سواء في منتصف أو في آخر الفيلم. فحاولوا أن تستفيدوا من هذه النقطة تحديدا في فيلم الدقيقة الواحدة الذي تنتجونه لمنافسة الشاشة لك STC القادمة. تبقت معنا 30 نقطة والصوت الحاسم صوت الجمهور. كيف وزع الجمهور نقاطه 30 على أفلامنا الخمس؟ إليكم النتيجة. سعادة أمي كانت فيلم اللحظة حصل من نقاط الجمهور 30 على 3 نقاط فقط. أما سر الصندوق فقد وضع فيه الجمهور نقطتين فقط. متهم بريء حصل من النقاط 30 على 14 نقطة. أنتظر دوري حصل من نقاط الجمهور على 3 نقاط، وبالتالي بقية النقاط 30 تذهب إلى فيلم بذرة لكن وهي 8 نقاط. إذن هذه 100 نقطة توزعت على أفلامكم الخمسة، وليصبح عندنا متأهل جديد إلى جائزتنا الكبرى 100,000 ريال والجائزة الذهبية للشاشة لك هذا الموسم. الفيلم المتأهل السادس في هذا الموسم هو فيلم متهم بريء. الشاشة لك الشاشة لك. نبارك للمتهم البريء هذا الفيلم والفريق والفكرة تأهله إلى نصف النهائي، والذي سيقام في الحلقة بعد القادمة بإذن الله. ويتبقى لدينا في عرض مشاركاتكم الجديدة حلقة واحدة هي الحلقة القادمة بحول الله، ومنها يخرج متأهل جديد أخير في هذا الموسم. الفرصة ما زالت سانحة لكل الأفلام التي عرضت حتى تتأهل كذلك إلى النهائي من خلال بطاقات لجنة التحكيم الخاصة والتي تمنحها في الحلقة قبل الأخيرة. الآن أين نحن في منافسة الشاشة لك؟ نحب أن نلقي نظرة سريعة على مكاننا من المنافسة وجدول المنافسة حتى الآن يخبرنا بأن وصلنا إلى الحلقة 8. كما تلاحظون مسار الموضوعات المفتوحة امتلأ ما شاء الله بالأفلام وبالمتأهلين نصف النهائي والمتأهلين إلى النهائي، ونحن الآن في ختام أو قبل ختام مسار الموضوعات المحددة، حيث تأهل معنا فيلمان في الحلقتين الماضيتين، وتبقى معنا 5 أفلام هذه الحلقة و5 أفلام الحلقة القادمة، واقترب الطريق إلى النهائي وإلى الجائزة الذهبية والفضية والبرونزية. هذه إذن هي مسارات الشاشة لك نحو جائزتنا الذهبية، وبعد قليل تبدأ متعة المشاهدة ومتعة الاستماع إلى نقد ودروس وإلهام لجنة التحكيم. لكننا قبل ذلك لدينا سؤال مهم ومحطة ملهمة هي محطة لجنة التحكيم، وسؤالنا هذه الليلة واضح ومهم للمحطة القادمة من محطات الشاشة لك. ما هي النصيحة الذكية المباشرة يا أعضاء لجنة التحكيم لصناعة فيلم مؤثر وناجح ويفوز بالذهب مدته دقيقة واحدة؟ وهل هناك فيلم مدته أصلاً دقيقة واحدة؟ نتوجه السؤال بداية إلى محمد بايزيد.
حياكم الله. شخصيا مدة الدقيقة أو 60 ثانية هي مدتي المفضلة للفيلم القصير بالمناسبة. وأنا أرى أنه إنتاج الأفلام السينمائية القصيرة هو اختصاص صعب جدا. الاختصار يحتاج إلى الكثير من التحضير، الكثير من الوضوح وترتيب الأولويات. وكلنا لا يعرف قصة الرسالة الطويلة التي اعتذر صاحبها عن عدم اختصارها لعدم وجود وقت لديه. فالاختصار بحاجة إلى تعب. يعني أنا برأيي لما ندخل على مدة استثنائية في القصر بما يسمى بالفيري شورت فيلمز، وهي بالمناسبة فئة موجودة بالمهرجانات السينمائية اللي هي الأفلام القصيرة جدا، بالعادة يتم تصنيفها دون 5 دقائق، يسموها فيري شورت فيلمز. برأيي ما في وقت لتأسس للمشاهد شيء، لازم على طول تدخل بالحبكة، ما عندك وقت زيادة يعني أو وقت إضافي. كمان أفضل دائما تتمحور هالأفلام حول شخصية واحدة فقط أو شخصيتين، لأنه ما عندك وقت تأسس شخصيات كتير، الجمهور ما رح يحفظهم. أيضا برأيي من التكنيكات الذكية في الأفلام شديدة القصر هي أن تبدأ كتابة الفيلم من نهايته. يمكن أن تقوم بتأليف موقف مجنون غير متوقع، ثم تحاول أن تتلمس طريق العودة لبداية المدة القصيرة جدا. برأيي كل صورة كل لقطة لازم يكون لها معنى وغاية، فلا وقت للإطالة ولا وقت للتشتيت، وهذا رأيي. يا سلام، شكرا لك ولرأيك القصير في الفيلم القصير جدا، وتكنيكات ونصائح ذهبية لإنتاجه، خصوصا المدة كذلك قصيرة جدا. نأخذ الأستاذ الواثق عشان تعرف كيف اللجنة تغش منهم، كيف يدخلوا معنا في الإجابة. أستاذ الواثق تدخل في المباراة يا دكتور. هل فعلا يعني عملية الفيلم الواحد أصعب بكثير من عملية الخمس أفلام، وهكذا الخمس أفلام أصعب من الأطول منها؟ والله أنا بشوف أنه خلينا نتكلم أنه إذا أنا عاوز أعمل هذا الفيلم إيش بسوي الآن؟ أيوة. أنت عندك الآن أول شيء قيمة واسعة هي قيمة الخير، يعني أنه الفيلم يحض على الخير بشكل أو بآخر، فأنت القيمة جدا واسعة. أول خطوة أنا كنت بعملها أنه أتأمل في هذه القيمة. أيوة. يعني أتأمل فيها بمعنى أنه أجري بحوثات خاصة فيني أنه أقدر أفهم آفاق هذه القيمة. وبالتالي هذه ستورثني أني أنا أذهب إلى ما وراء القيمة، كما يقول دائما محمد عبد الله، أنه أبتعد عن المباشرة قدر الإمكان. أشاهد أفلام أو إعلانات أو كليبات إذا كان بتتكلم عن هذه القيمة، أقرأ قصص حقيقية واقعية أو حتى مؤلفة عن هذه القيمة. أنت عندك تراث كبير جدا في موضوع الفعل الخير أو الحظ عليه، يعني التراث عظيم جدا في هذا الباب. فبعد ما أقرأ وأشاهد وأتأمل أستطيع أني أكتب فكرة. هذه الفكرة يجب أن أحذر فيها أشياء. أول شيء يجب أن تكون صامتة، مش أقول يجب لكن قليلة الكلام، يعني الذهاب إلى موضوع حوارات في مدة 60 ثانية هي مجازفة كبيرة. فحاول تبتعد، حاول أنك تعمل فكرة نوعا ما يكون فيها شيء من الصمت. الشيء الثاني المهم أنه لازم النهاية تكون مفاجئة. هذا الكلام لأنه 60 ثانية لازم تخلي كل واحد مشدود منتظر النهاية. لو كان الفيلم واضح من الأول لن ينال الإعجاب بأي شكل من الأشكال. عند التنفيذ بعد ما شاهدنا الأفلام الشاشة لك أقول اهتم بموضوعين، التمثيل. والحمد لله أنه الدكتور جو هو ممثل ومختص في التمثيل، فأكيد سنسمع نقد متقدم وإلهامات في موضوع تقييم تمثيل الشباب. في الاهتمام بالتمثيل والاهتمام بالصوت، لأنه هذه من الملاحظات المتكررة في الشاشة لك، في أفكار عظيمة جداً انتهت لأنه اللي اختيار الممثلين ما كان مناسب. احتمال يكون اختار أخوه أو كذا، لأنه في الأخير كمان ما كل الناس محترفين أو يستطيع أنه يوفر ممثل. لكن أنا أقول لأنه هذه منافسة خاصة وSTC ورحلة يعني قد تختصر عليك كثير من الخبرات، اهتم جدا في التنفيذ بالممثلين وبالصوت، الشريط الصوتي خاصة إذا كان فيلم صامت يحتاج عناية خاصة منك. وعلى ذكر ما تفضلت به بأنه جائزة خاصة ورحلة وممثلين، من ضمن جوائز هذه المنافسة أنه STC نفسها لديها الرغبة والقدرة على اقتناص الممثلين والمخرجين في منافسة الشاشة لك المشاركين في هذا المسار، وتوظيفهم والاستثمار فيهم وتقديم الكثير من ما يحتاجونه حتى يكونوا على مستوى عالي. هي لديها هذا فعلا، وهي من ضمن مميزات الدخول في هذه المنافسة. وأنا أتوقع أنه هذا بيثير الشهية، ودائما أنا أحترم الشخص اللي يحب التنافس ويحب الانتصار. طبعا أنت تحب الانتصار لكن بشرطين، أنك أنت لا تغتر به ولا تؤذي الآخرين.
يعني صحيح. هذه نقطة مهمة، لكن الشخص الذي لا يجد لنفسه حاجة لأن يتنافس وينتصر هو الشخص أكيد لن يحقق شيئا في الحياة، لأنه حب المنافسة شيء فطري في الناس أصحاب الهمم الكبيرة. فأتمنى هذه الجائزة تحرض من لم يشارك في الشاشة لك إلى الآن، أو من شارك حتى وخرج إيه؟ إنه عنده فرصة أخرى وفرصة حسنت. كبيرة جدا لن يعني يمكن أن لا تتاح له قريبا يعني. صحيح. نؤكد على أن الفرصة موجودة لكل من شارك سواء عرضت مشاركته أو لا. حان الوقت لنسمع منك الدكتور نايف بن خلف. الحقيقة أنا طبعا أثني على ما ذكره الإخوان، وأعتقد أنهم أكدوا على قضية الإعداد، وهذا أمر مهم جدا، قضية بذل جهد كبير في مرحلة ما قبل الاتجاه إلى التنفيذ أو التطبيق أو التصوير أو الإنتاج وما إلى ذلك. أنا من رأيي أنه تفهم الموضوع أولا، قضية مفردة الخير الحالة وضعها في أفق، في سياق الاجتماعي، في سياق الثقافي مهم. أنا أختلف مع صديقي الأستاذ، ما بعد صديقي زميلي. لا بعد بروح نروح نتعشى ونكسبك. نعم. صداقة ما تيجي إلا بعشاء. أختلف مع الأستاذ الواثق في قضية إنه أنا من الناس اللي لا أؤيد إنك تذهب وتتجه تقرأ عن الخير أو تقرأ في كتب أو تتجه إلى مصادر. أنا رح تفعله على طول. لا أنا من رأيي إنك إذا دخلت في الموضوع وتفهمت الثيمة الأساسية للموضوع أن تعمل نوعا من الديستنس بينك وبين كل المصادر، ثم تجد وتفكر لوحدك ماذا تطلع بفكرة عن الخير، لأنك إذا اتجهت إلى مصادر معينة ستكون محكوم بما يقوله المصادر. لكن عندما يعني تعزم نفسك على فنجان شاهي في كافي وتحاول تدرس هذه الفكرة بعيدا عن جميع المصادر، أن تلجأ إلى ذلك. هناك مقولة سابقة قديمة تعلمناها أثناء الدراسة الجامعية، أنه عندما يطرح عليك سؤال مثلا أو ترغب في إجابة عن سؤال، لا تبحث عن الكتب، أجب بنفسك، حاول أن تبحث في ذاتك، في داخلك، في مخيلتك عن إجابات. ستفاجأ في الأخير أنه بعض من أفكارك ستتشابه مع بعض الأفكار، بحيث أنك تعتمد اعتمادا ذاتيا على نفسك. أنا أؤكد على قضية أنك لأنك المصادر أو ما يقال في الكتب وما يكتب في الكتب هو يقال في إطار مخصص، إطار قد يكون أكاديمي، إطار قد يكون دعوي، إطار إذا تأخذنا موضوع الخير. لكن أنت كشخص، أنت الذي ستقدم الفيلم، ماذا تعنيك كلمة الخير؟ أين ترى وجه الخير فيه؟ وين تشوف ملامح الخير فيه؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية هي قضية الإعداد. قضية الإعداد أنا من رأيي أنه نريد أن نقول شيئا، هذه الفكرة كيف نقولها، هذا هو قضية تكامل العناصر الموجودة. الاهتمام بشكل كبير في العناصر، التمثيل، الإضاءة، التصوير، اللوكيشن، الاكسسوارات، كلها أمور ستثري عملك ما لم تتجاهلها أو أنك ما تعطي لها أي اهتمام. مثلا زي ما قال الأستاذ الواثق في قضية أنه أحيانا ممثل تقول له هذا صديقي أجيبه، بس حتتفاجئ في الأخير أنه كان هو محور النقد على عملك. فمحاولة بذل جهد كبير في قضية أن تكون عناصرك كمخرج وكصانع لهذا الفيلم متكاملة. أنت 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 صاحب رؤية، وستقدم هذه الرؤية من خلال هذه العناصر. فتأكد دائما على أنك تستخدم الأجود. أخيراً أيوة. ما عندنا وقت. أيوة. القصر الزمن. أيوة. يعني يدعو إلى أن تعمل بشيء بنوع من الكثافة في دلائلك، في إيحاءاتك، في أنك يعني ما تمتلكه هو 60 ثانية. ضعها في ذهنك بس. وقصر الزمن هو ما يمنعنا دائما من الاستمرار مع هذه الإلهامات والإضاءات المهمة جدا. والحمد لله أن احنا عندنا تباين في الآراء يسمح لكم بخيارات كثيرة جدا في صناعة أفلامكم. وأفلامكم الخمسة التي نشاهدها هذه الليلة إطلالة عليها سريعا، ثم نستمتع بمشاهدتها. نشاهد هذه الليلة فيلم بعنوان ثلث. خير ايش كنت تسوي وانا ابوك؟ وناخذ راحه مع فيلم بعنوان يوم راحه، وكذلك فيلمنا الثالث هذه الليله بعنوان صوره. لغيرك حياه هو رابع افلام هذه الليله الثامنه من ليالي الشاشه لك، ونختم بالزوجة الثانية. إذن عرض الأفلام ونقد الحكام بعد الفاصل.
الشاشة لك. أهلا بكم من جديد إلى منافسة الشاشة لك، ونبارك لكم هذه الأخبار الطيبة وهذه الأوامر الملكية لطلابنا وللموظفين عودة بدلاتهم. إن شاء الله أخبار جميلة ودائما إلى مزيد من التقدم ورقي لهذا البلد الطيب المبارك ولكل من فيه. حان وقت المشاهدة وحان وقت التعلم وحان وقت الإلهام ومجموعة جديدة من أفلامكم في مسار الأفلام المحددة. ثلث هو أول أفلام هذه الليلة، وقد جاءنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من ولاية تينيسي، وأنتجه عمار الشهري وقد صوره وأخرجه. والشاشة لك يا عمار. هذا إذن ثلث أول أفلامنا هذه الليلة والذي أنتج خصيصاً لهذه المنافسة، وجاءنا من الولايات المتحدة وإلى الولايات المتحدة لنستمع إلى رؤية وقراءة الأستاذ محمد بايزيد. تفضل. بسم الله. رسالة الفيلم مهمة جداً برأيي، قليلاً ما نرى يتكلم فيها في العالم العربي، مسألة الأكل الصحي والابتعاد عن المأكولات السريعة المضرة بالصحة، ولعله يقصد بالثلث الحديث الشريف: فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث
نفسه، فهو ربط جميل برأيي بالحديث. بالنسبة للإخراج حبيت تنوع الزوايا واستخدام اللقطات القريبة للتعريف بالشخصية ومحيطة ومشكلتها الصحية شيئا فشيئا. يعني كان في ببداية الفيلم حالة من التشويق أنه مين هذا الممثل، فأنا حبيت هذا الشيء قبل ما أشوفه الممثل الرئيسي. كان في لقطة بمنتصف الفيلم تقريبا تم تصويرها بستيدي كام أو أزمو أثناء جلوسه على الكرسي مع الشاب الآخر، أنا شعرت أنه حركتها خارج إيقاع الفيلم تماما. بنهاية الفيلم حبيت سرعة المونتاج وإيقاعه، كان المونتاج سريع، قطعات سريعة، كان متقن برأيي وكان متلائم مع الإحساس الرعب يلي كان عم يشعر فيه البطل. نقدي الرئيسي على الفيلم يمكن هو مكياج الممثل، كان واضح مكياج الممثل لأنه هو شاب صغير تم تكبيره بالعمر. وأثناء استيقاظ البطل كان يرتدي جاكيت سميك جدا لدرجة لفتت نظري. سوى ذلك الله يعطيك العافية يا عمار وشكرا. الله يعطيك العافية كذلك يا أستاذ محمد بايزيد وشكرا لك. كيف تقيم الثلث؟ والله أول شيء شكرا لعمار، مجهود كبير من الطلاب المبتعثين، هو غالبا حيكون وظاهر أنه فيلم طلابي، أنه المجموعة اللي عملته مجموعة صغيرة جدا واجتهدت اجتهاد كبير في الفكرة. أنا أشوف أنه المجهود الواضح جدا في الفكرة، لكن أتوقع أنه في بعض تفاصيل الفيلم تحس أنه هذه يعني يمكن تكون تجاربهم الأولى، واحدة من تجاربهم الأولى، ما ودي أقول أنه التجربة الأولى. أنا مشكلة الأفلام ترى في الشاشة لك، معظم أفلام الشاشة لك صحيح زي ما تفضلت مجموعة صغيرة. وكثيرا منها هي تجاربها الأولى، وهذا شيء نفخر فيه صراحة. صحيح، وهذا اللي هو السكون الذي يحركه البرنامج بشكل عام، أنه يستفز كثير من الناس اللي ممكن يكون عندهم رغبة في التجربة أنهم يجربوا ويتعلموا. عندي مشكلة أنه إذا كان الممثل شخص كبير في السن في كان حيكون أفضل من ما يكون شاب صغير، لأنه ما هم كثير شطار في الميك اب، نفس الملاحظة اللي قالها أستاذ محمد. عندي مشكلة في موضوع الفراغ الصوتي. أيوة، يعني المونتاج كان جدا جميل بيتراجع بس ما في صوت، ما في صوت، فهذا بيخلق فراغ. يعني أنت بتحس إنه الفيلم صار ممل جدا، رغم إنه في أكشن، في الشاشة قاعدة تتحرك بشكل كبير وفي أشياء قاعدة تتحك، لكن الصوت جدا ضعيف. لذلك أنا يحط آهات والآهات. والله لا ما كان محتاج آهات، لأنه حركة الصور هذه لو اجتهد بسيط يعني في المؤثرات الصوتية كان ممكن تكفي. أيوة، ما محتاج أبدا كان آهات، لكن يمكن يكون كسل فني أو لأي سبب من الأسباب، يمكن ضايقهم الزمن. يعني صراحة الشباب نحن دائما نلتمس لهم العذر، لكن أنا بقول إنه في برنامج لا يسمح باستخدام الموسيقى لابد أن تهتم بالشريط الصوتي اهتمام عالي. أصلا الفيلم القصير يعني كل تفاصيله مفضوحة لأنه هو قصير، فهو تحت المجهر، ليس كالأفلام الطويلة اللي ممكن حاجة تشيل حاجة. فلذلك أنا أتمنيت لو كان اهتم أكثر بالصوت. في لقطة مرت حلوة جدا بتاعت مرور القطار، كان فيها رمزية حلوة لمرور الزمن على الشايب، حبيت جدا هذا العمق، وهذا شيء متوقع في الأفلام القصيرة أنه دائما تكون مليئة بالرموز وبالألغاز التي يجب أن تفكك بعناية، يعني كأنه قبل موقوتة. فهذا يتوقع أنه دور لجنة التحكيم، لذلك هذه من اللفتات الجميلة اللي حبيتها. شكرا لعمار ولفريقه. شكرا. ما هي اللفتات الجميلة اللي حبيتها أنت يا دكتور نايف؟ اللي حبيتها ولا اللي ما حبيتها؟ خلنا نبدأ باللي حبيتها في البداية. أو شيء أنا أختلف مع الشباب، يعني حبيت ما حبيت، أنا ما عندي حبيت ما حبيت. يا سلام عليك. أنا أقول وجهة نظري. يا سلام عليك. طبعا أنا بنطلق من العنوان، تكلم عن الأستاذ بايزيد، والحقيقة العنوان أنا يعني جميل لأنه ليس عنوان فقط، أن تقدم قضية من خلال منظورك الإسلامي، من خلال يعني ثقافتك الإسلامية، واتكأ فعلا على الحديث الشريف، اتكأ على الهدي النبوي، اتكأ على هذا العنوان ليقدم هذه القضية. لو سحبت العنوان تفتقد كثير من مرجعية الفكرة التي تقدم، من ناحية الفكرة. حبيت العنوان؟ جدا. طيب شوف توك تقول ما لا انا انت تعرف افخاخ علي عزازي. لا 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 انا بقول وجهه نظري بدون استخدم مفرده احب ما احب. اي انت علي بدون اني حبيت ما حبيت. ما عندنا هنا رومانسيه، عندنا ما عندي حب، انا عندي لا لانه نحن قلنا في بدايه الحلقات انه الفن ما فيه قطعيات، نحن مرات نتكلم عن اذواق اكثر ما انه نتكلم عن خطا وصح. انا بقول رايي ما هو قطعي. بالنسبه لموضوع ثاني بعدين استدركته لما قلت لي انه في امريكا، يعني قضيه البيئه هذه، العمل الاطار الاجتماعي. انت مثلا مصور في الزلف يعني ولا في الرياض؟ لا 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 انا كنت اتمنى، مش احب، اتمنى مثلا لو ان قدموا بالثوب بالشماغ بالبيئه حيعطي المسج للجمهور، حيكون الجمهور فيه يعني في نوع من التعاطف والاحساس بان هذا ينتمي لنا. لكن لما شفته بعدين عرفت انه لما قلت انه مبتعث، وشكرا له والله على هذا الفيلم، اتجه الى الامور دلالاتيه معينه في الفيلم. انا وجدت انه مثلا لقطات يفتقد الى حس التاسيس للقطه،
ومتى تنتهي اللقطة وماذا أريد من اللقطة. على سبيل المثال الدواء ظهر عندنا ثلاث مرات، لقطة في البداية ثم لقطة كذا ثم لقطة لما أخذ الماء، وكلها يعني أعتقد دلالتها أنه الرجل هذا مريض، هذا يتعاطى نوع من الميديكيشن. النقطة الثانية أنا ما اقتنعت بقضية أنه الدواء ممكن أن يكون في صالة، في الصالة، في طاولة عند الدرج. عادة الدواء يكون جنب السرير، يكون في متناول المريض من وجهة نظري أنا. في أدوية تأخذ في منتصف اليوم يعني؟ لا لا، بس هذه مش أدوية، هذه ميديكيشن كامل. أدوية ماء إبر أو شغلات معينة. فكنت أعتقد يعني ما قنعتني أن تكون موجودة عن طريق الصالة وكذا كذا. قد يكون يعني هو أرادها كذا، بس أنا ما أجد أنها يعني لو بدأها من السرير مثلا أو بدأها من ما أدري شون، بس أنا هذه وجهة نظري. ما أقنعتك يعني؟ طيب. قضية أيوة لا باقي وقف. طيب آخر شيء، تمنيت أنه الوجه يعطى حجمه ومساحته الأساسية. الوجه هو العضو الوحيد اللي أخذ أقل في 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 تأسيس الحالة المرضية. بدأ في القدم وتكررها، بدأ في اليدين بكررها، بدأ في فتح الباب كررها، ثم مضى، ثم حتى لما كان يناظر في اللي جنبه هو يتناول الطعام وهو يتناول الأدوية، ما أخذنا يعني ما اكتفينا وما ما أشبعنا بندمه في الوجه، دلالات في الوجه. وأسمع الإطالة. لا بالعكس، أنت طبعا اليوم عشان ضيفنا وتعوض يعني، بس المخرج يقول آخر مرة. طيب أنا آسف، أنا حديث عهد. بالعكس والله مستمتعين بنقدك وبكلامك الجميل وبحبك لهذه لحبي التجربة. لحبي أني ما أقول أحب. يوم راحة بعد عناء لكل رجل عادل ولكل أنثى بلا استثناء. هذا هو رأي وفيلم عزة السعيد في فيلم لها بعنوان يوم راحة، أنتج خصيصا للمشاركة في هذه المنافسة. وهذا الفيلم هو من سيناريو صانعته عزة ومن السعودية الرياض. والشاشة لك يا عزة. لا يا ماما، خلنا ننتظر بوك. ماما أنا جوعانة. طيب وش أسوي، هذا بوك توا صاحي. نزلي. الواحد ما يعرف يرتاح في الإجازة، أشغلت هنا وأشغلت العالم. كل يلا يلا يا ماما كلوا. إلي متى بتعلمين أنت تطبخين؟ هم معقولة؟ والله مو معقولة، إلي الحين ما عرفت تطبخين، وش ذا الشغل؟ الأكل كويس، أنت شبعان، يعني ما ترحم حتى وأنا بالتاسع. وشو؟ حامل؟ ما شاء الله ما في إلا أنت اللي تحملين، كل الأوادم يحملون، كل ما قلنا لها شيء قالت حامل، تاسع عاشر، إيش غلطينا؟ اي قبل لا انسى احتاج 500 ريال. ليه خير ان شاء الله؟ احتاج حليب الدانه، شرابات الفصولي، واغراض قرطاسيه الحنين. لا ما معي فلوس، انتظر لين يجي الراتب. طب جيبها انت، انا محتاجه هالشهر. وين راتبك؟ خلاص يا بتحي خلاص، بعد بتسالني عن راتبي؟ يا اخي تبين راتبي توظف زي الاوادم زي الحريم؟ ما صارت والله، اقسم بالله يعني انا الوحيد بقدر كذا لهذا البيت. خلنا نتفرج على التلفزيون ولا تشغليني. طيب متى أباشر؟ هي بس 3 أيام بالأسبوع صح؟ تعرفين أطفالي، واحدة تمهيدي والباقي صغار. طيب معليش، بس راتب 2000 يشمل مواصلات؟ الله يسعدك، خلاص أباشر الأسبوع، يعطيك العافية.
اسمعيني زين، انت لو تشتغلين شغل اللي انا اشتغله كان لا تدخلتي لا في روحاتي ولا جياتي. مين قالك اني اتدخل يا رجال؟ انا اقولك بس بلاش هالسهرات كل يوم. البارح لولا لطف الله وان اخوي قريب كان الولد راح من الحراره. راح الولد من الحراره ها؟ من اللي جالس عنده؟ جالس عند الولد ويداريه. انت بخليته يشرب بارد ولا كان ما جت الحراره؟ طب اطفال هذولا، غير كذا على الاقل خذ لك استراحه قريبه، يعني مو معقول على الاقل بس تعال ساعتين باليوم خلي عيالك يشوفونك. لا والله اقول لا تكثرين هرج. اسمعيني زين، ما بقى لا اشتغل بعد مربيه لعيالك. والله العظيم اقسم بالله ذي شغلتنا في حالتنا وبهذلتنا. خير خير خير، ايش قاعد تسوي وانا ابوك؟ طف اللمبه. اي طف المويه، طف المويه، طف المويه يا فيصل. ما تسمع؟ وين امك؟ وينك يا مدام؟ وينك على العيال؟ هند، 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 شفيك تعبانة؟ لا أبد، جالسة. أقول لك داخل البيت تو لاقي العيال تحت وحاشين البيت حوس. إيه معطيتهم اليوم راحة، يوم اللعب. تراني أكلمك أنا. عارفة عارفة. وش تقولي لي جالسة؟ أقول لك العيال تحت حاسين البيت حوس وخليتهم جالسة هنا. قومي شوفي لنا حل. عارفة اليوم معطي نفسي إجازة من الشغل، وعلى فكرة اليوم ما في غدا، جيب لك غدا من برا. يوم راحة؟ شكرا لعزة السعيد مشاركتها في منافسة الشاشة لك بيوم راحة. كيف وصلتك هذه المشاركة يا أستاذ محمد بايزيد؟ فكرة الفيلم ذكية جدا، يعني ماذا لو أخذت الأم أو الزوجة يوم راحة؟ ومعظم الناس تنظر لهن وكأنه عملهم وتعبهم اليومي من المسلمات. وفكرة أن معظم الفيلم يحدث من POV أو وجهة نظر الزوجة برأيي كان فكرة ذكية. الكوميديا فئة جميلة ونادرا ما نراها في الشاشة لك، فعلى هذا أحيي يعني صانع الفيلم. أعجبني شخصيا أداء البطل، هيك كان كوميدي ولطيف. يعني إيقاع الفيلم بطيء جدا وهذا هو نقدي الرئيس، الفيلم في إطالة غير مبررة. يعني مثلا كنت بتقدر تعمل كات لأول 60 ثانية من الفيلم، تخيل، دون أنه تخسر أي معلومة من الفيلم أبدا، فيك تتابعه بشكل طبيعي. تسجيل الصوت، بنصح عموما تجنب استخدام النيك مايك أو مايكروفون اللاقط الصدر في الدراما، لأنه بيعطي صوت غير واقعي. عم بحكي هون صوت الأب كان يعني أوضح من المطلوب، كان بتحسه عم يحكي بإذنك مباشرة. بينما بالدراما يفضل دائما استخدام الشوتجن مايكروفون، اللي هو مايكروفون بيصور من بعيد فبيشبه إحساس وإحساس الاستماع للأذن، وهذا رأيي باختصار. شكرا أستاذ محمد بايزيد. شفت الرأي كيف باختصار يا دكتور؟ يعني أقلده في الرأي؟ لا مو في الرأي، بالاختصار في الزمن. اي والله بس لا تقلدني عادة راء. لا تقلد الأستاذ الواثق. شوف الأستاذ الواثق ايش بيقول. انا ما جيت اقلد احد، انا جيت اقول وجهة نظري بكل. يا اخي انت رهيب والله يا دكتور. بس من بحث المحت المبدأ طبعا الحب والتقدير لكل من قدم عمل، يعني احنا نطرح وجهة نظر يعني من نافلة القول ان نقول شكرا يعطيكم العافية بالنسبة لي، لانه ما في وقت ان نقول كذا. الله يسعدك. بالنسبة للفيلم انا اعتقد ان الفيلم أختلف مع الأستاذ محمد، أنا كنت أركز في اللقطات وأحاول أن أقنع نفسي فعلا أن هنالك يعني تكنيك بأنه يأخذ وجهة نظر المرأة في أنها تكون هي ما ترى الحدث، لكني اكتشفت أنه في مشهد الكورة كان لا ينظر إلى وراء الكادر وليس إلى عدسة الكاميرا بحيث يقنعني أنه المرأة هي التي تنظر. أيضا في المشهد عندما كانت مستلقية على السرير لم يكن ينظر إلى الكاميرا
كنت أتمنى أنه فعلا، لأن لو اكتمل المشهدين هذولي كنت أتفق مع الأستاذ محمد بأنه فعلا كان يستخدم التكنيك هذا. وجود المرأة كان تحدي بالنسبة لهم، اعتمدوا على اللقطات الضيقة جدا حتى لا يظهر المرأة. كنت أتمنى أنه التكنيك هذا ما يستخدم حقة الكاميرا، لأنه ممكن تستعيض أنا بتكنيك أنك تظهر أجزاء من ملابس المرأة، تأخذ لقطة الأوفر شولدر تبدأ تحسسني أنها فيزيكالي موجودة. وهذا جميل، قضية طرح المرأة بهذا الشكل ضمن شروط العمل أنا أعتقد أنه جميل. فيه شغلات أقول لك من الأمور الدقيقة. أيوة، الممثل في البداية قال أنه أول ما طلعت المشهد شفنا طفلين مؤدبين يأكلون، وكشفنا الممثل يقول أزعجتونا وأملتونا. هذا واحد نفسية. النقطة الثانية أنه أكل من الرز والدجاج، طيب ما قال شيء لما أكل من السلطة، قال ما تعرفين تطبخين السلطة، من ما حد يطبخ السلطة. هذه ملاحظة دقيقة، أنا آسف بس أني وجدتها فعلا أنه لم وهذا مبني عليه قضية ردة فعله والرياكشن وزعله وقدر أنه يأكل السلطة يمكن ما فيها ملح أو شغلة ما أدري. هذا من ناحية. الحوار كان كثير طويل جدا، طويل بحيث أنه طويل بدون كنترول. الحوار ليس كما نقوله في الواقع، هو حوار مفلتر، حوار موضوع بجمل معينة تساعد في يعني إعطاء القنبلة في الحدث أو إعطاء تصاعد في الحدث أو التعبير بشكل سهل. أنا أعتقد الممثل أعطي ممثل جيد على فكرة. جيد فعلا. جيد فعلا. مش قوي يعني، جيد. أنا شفته في المسرح. المشكلة من اللي بيعجبك وأنت حصل على جوائز التمثيل؟ لا أنا شفته في المسرح وكان أداؤه جميل، ولكن الوسيط الشاشة اختلفت. أخذ راحته في أداء الأريحية في الأداء وفي قول الجمل اللي ممكن الجمل تأخذ وقت. بس شكرا لك دكتور نايف. فيلم خارج الصندوق تماما. عشان كذا نشكر عز السعيد، تنويه خاص يعني، تعرفي بعض مهرجان السينما يكون في جائزة يعني جائزة تقديرية للفيلم الفلاني، بيكون طلع من إطار معين أو دخل الناس في إطار جديد. أنا أشوف أنه في جرأة كبيرة جدا في وجود المرأة داخل فيلم، وهي بالتالي تصنع حدود جديدة للبرنامج. إنه ممكن أن تذهب الأفلام إلى مدى استخدام صوت المرأة، رغم إنه صوت المرأة يعني كان خارج الأمبيانس اللي موجود يعني. يمكن محمد بزيد طرح هذه الفكرة، لكن بشكل عام إنه صوت المرأة ما مسجل في اللوكيشن، فما ماخذ من جو اللوكيشن. وفي نفس الوقت في هذه الحالة، لأنه هذه نقطة دقيقة يستفيد منها صانع الأفلام، مهم إنه تأخذ لحظة صمت من اللوكيشن. تأخذ لحظة صمت يعني تسمع صوت الأمبيانس، الجو العام، سجل الجو العام، تمشي للستوديو لما سجل صوت المرأة تنزل بالجو العام، بيركب بيكون نفس صوت الرجل. طبعا هذه من الفنيات التكنيكات في موضوع انه كيف تركب الصوت لاحقا. لازم تأخذ لحظة صمت، وهذه نقطة مهمة لكل صناع الأفلام. كل ما تمشي اي مكان حسجل صوت، أخذ لحظات صمت حتى قبل ما الناس يتكلم، خليهم اسكتوا إيش بتاع كذا ثانية بعدك يبدو يتكلموا، لأنه هذه الأشياء كلها بتفيدك في المكس النهائي. أنا إشكاليتي في الفيلم على هذا التنويه الكبير إنه النهاية لم يكن لها أي مقدمات. يعني هم ما كان بيتكلموا في الأول إنه هي مفروض ترتاح، يعني يمكن بس في بداية قالت له أنا في الشهر التاسع أو كذا، لكن بعدك شفناها طلبت وظيفة وراحت الوظيفة. فلو كانت النهاية إنه هي احتاجت راحة، كل نقاش الفيلم كان حول حاجتها للراحة، كان الخاتمة نوعا ما ممكن تكون متسقة مع كل المقدمات. يعني إحنا اللي فهمناه من المقدمات إنه بيناتهم ليس هناك توافق، وإنه هذا الرجل يعني مثلا يسيء معاملتها بطريقة أو بأخرى، لكن ما كانت هي تطلب راحة وهو يرفض، لذلك في نهاية الفيلم وجدت الراحة أو بطريقتها الخاصة. وطبعا أكيد صانعة الفيلم لا تتمنى هذه، مو كل الزوجات بعدين يمشي يتبعوا نفس الأسلوب، لكن حبيت فكرة التسمية إنه هي أخذت آخر جملة في الحوار خلتها هي عنوان الفيلم. في كثير من الفنيات يعني لن يتسع المجال لذكرها، وفي سلبيات، لكن يمكن أن الجرأة التي اتخذتها عزة تغفر لها كل هذه الملاحظات، وأتوقع ملاحظات يمكن أن ترد على كل شخص في بدايات أعماله. سنت. وهذه واحدة من التكنيكات والطرق الذكية لمشاركة المرأة معنا، وشاهدنا منها نماذج في الأفلام السابقة، وهذا نموذج، وربما ما سيأتي إن شاء الله من وجود المرأة في أفلام الشاشة لك وفي الشاشة بشكل عام. له وسائل كثيرة جدا، ليس بالضرورة أن تكون حاضرة بوجهها وجسدها. إذن إلى فيلمنا الثالث في أفلام هذه الليلة، لكن قبله وش رأيكم ناخذ صورة مع عضو لجنة التحكيم الجديد وكذا، ناخذ صورة ولا تحب الصور ولا لا؟ الصور جميلة تحبها؟ نعم. طيب ناخذها على الشاشة. أجل ناخذ صورة، وهو فيلم من أفلام الشاشة لك، أنتجه وصاحب فكرته وإخراجه هو حسام أبو دان من فلسطين الحبيبة وتحديدا من غزة،
والشاشة لك يا حسام. أخذنا صورة وهو ثالث أفلام هذه الليلة. أعطينا صورة نقدية له يا أستاذ محمد. يا حياكم. الفيلم تجسيد بصري للحديث وبر أباءكم تبركم أبناؤكم. تصوير كامل الفيلم ضمن استوديو أبيض جعل الفيلم يحدث خارج بالنسبة إلي حيز الزمان والمكان. برأي هو هذا الشيء خدم الفكرة وجعل جعل الفيلم أقرب منه من الفيلم الإعلان التلفزيوني أو فيلم قصير أو فاصل وفي كل خير. التصوير والإضاءة والديكور استخدم فيها وايت سايكل أو راما اللي هي عبارة عن كروما، يعني عبارة عن جدران زاوية مع أرض، وهي متعوب عليها وبحية على هذا الجهد، لهيك أنت ما بتشعر بحدود الاستوديو أو الديكور. من العجل المرسوم إلى العجل المصنوع إلى الدراجة الحديثة، كنت أتمنى لو تم تغيير جاكيت الأب في التصوير الحديث عن جاكيت الجد في الأبيض والأسود، لأنه شدة تشابه الملابس بين الشباب والأطفال قد تصنع خلط لدى المشاهد يمنعه من تفريق. الله يعطيه الفريق ألف عافية. وإياك. شكرا أستاذ محمد. أنا كنت أخذت منه الدور المرة الماضية، خلنا نكمل. لا خلي الأستاذ الواثق يأخذ منه. طيب بس زي ما أنت شايف ما شاء الله مو بأنت لحالك، عندك ملاحظات دقيقة، في ملاحظات دقيقة بعدين. حسام رجل فنان، يعني الصورة صراحة في هذا الفيلم صورة جدا رائعة وتحكي خيال، إنه فعلا شخص ذاكرته البصرية جدا جميلة ونظيفة وعينه نظيفة، هذا التعبير الفني اللي يقال على الشخص اللي اهتم بالصورة بشكل كبير. عانى الفيلم من الخيط الناظم من بداية الفيلم إلى نهايته. كان في الأول حاول يستخدم انتقالات ذكية، لكن والأسود والأبيض بعدين الملون، يعني حاول يحكي أنه هذا جيل ورا جيل، يعني أنه كأنه في تتابع، لكن لم يوفق بهذه الفكرة. فبالتالي هذا الفيلم صار أنه حاجة ممكن تشاهدها عشان تنتعش، يعني خاصة أنه فيه اهتمام كبير جدا بالشريط الصوتي، يعني تحس أنه المؤثر الصوتي مؤثر فعلا، يعني يبعث البهجة في النفس ويعبر عن الفيلم بشكل قوي، وهذا من الاهتمام بالشريط الصوتي. توقع أنه الفيلم عانى بس من موضوع الدرامي في 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 التتابع هذه الصور والخيط اللي ممكن يكتشفه الناس، حتى نحن وجدنا معاناة في إنه نوجد الرابط بين أول لقطة وآخر لقطة. شكرا لرأيك أستاذ الواثق. دكتور نايف. أنا حقيقة الفيلم طبعا إحنا شفنا فيلم أبو أقل من دقيقة يمكن، بس الجهد اللي مبذول فيه حتى يطلع بهذا الشكل هو جهد جبار وجهد كبير وعانى فيه. أنا أتكلم الأستاذ محمد على المساحة البيضاء، على الصور، على التركيز. أنا أدخلني هذا الفيلم في عالم فلسفي آخر، ماذا تعني الصورة بالنسبة لنا؟ أنا أعتقد أنه قدم صورة وقدم معادل للصورة، الحياة اللي يعيشونها، الحياة السعيدة. فإذا الصورة هي اللي تعني فقط أن نلتقط شيء إحنا متعمدين أن نلتقطه، ولا يفترض أنه هو ممكن أي لحظة في حياتنا تصورها تكون جميلة. يبدو لي. فأنا أعتقد أشكر المقدم الفيلم وصانع الفيلم، المشاهدين، في النقلات كانت جميلة الحقيقة، في جهد، في جهد بشكل العام. أنا جدا حبيته جدا. أوقعتني في الشرط. سجلنا بالأول، لا تحط خطوط حمراء لأنه علي عزاز هيقتحمها كل مرة. لا تصرح.
حبينا طلتك الجديدة دكتور نايف. ونواصل مع الأفلام والحب والحكام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. حياكم الله مرة ثانية وأخيرة في هذه الليلة، وما زلنا في صالة عرض الشاشة لك، ويمكنكم دائما الاستمتاع إما خلف الشاشة أو حضوريا إن أردتم الحضور والاستمتاع بمشاهدة الأفلام ومقابلة الحكام. فدونكم موقع الشاشة لك وتطبيق لمة، هناك حيث يمكنكم حجز مقاعدكم للحضور إلى صالتنا. قبل الفاصل كنا مع فيلم من فلسطين، وبعد الفاصل فيلم آخر من فلسطين كذلك، وهو رابع أفلام هذه الليلة بعنوان لغيرك حياة. ممثله ومخرجه هو إبراهيم نبيل، والشاشة لك يا إبراهيم. لغيرك حياة كان رابع أفلام هذه الليلة، فكيف قرأته وما هو نقدك له أستاذ محمد بايزيد؟ بداية قبل تعليق على الفيلم، يبدو أنه دكتور نايف وقع في فخ الحب أسرع مما توقعت. يعني 15 دقيقة فصلت بين تصريح عدم الحب والحب، وهذه أحد آثار الشاشة لك. يفوز بقيمة من زمان أحباب. بالنسبة للفيلم لغيرك حياة، الفيلم لقطة واحدة وان شوت. أنا عادة لا أحب توظيف هذا الأسلوب في غير مكانه، يعني أحيانا لحرص المخرج على تجربة ستايل الوان شوت بتكون النتيجة يعني تسويات مأساوية بالإخراج التصوير الإضاءة التكوين وحتى التمثيل، بالرغم من أن القصة قد لا تحتاج ذلك. بهذا الفيلم لا، أعجبني استخدام قصيرة وحركة الكاميرا. ضرب الساعة بالمناسبة، الساعة غير متلائمة مع عمره، رغم أن الساعة مرة منه صوت نقر الساعة اللي عم نسمعه كان بالمناسبة من دايزيك، يعني مصدره ليس في الصورة بل هو جزء من موسيقى المشهد. هل سبب انتعاش البطل هو كابوس يراه أو عدم ارتياحه لأنه صوت قطرة الماء؟ لو هذا السبب أفضل سماع قطرة الماء بشكل واضح من البداية بمستوى عالي، وهذا رأيي. وهذا كان رأي محمد بايزيد، فما هو رأيك الواثق الصادق؟ أنا رأيي أنه الفيلم ذكي جدا، لأنه الفكرة قائمة على أنه نقاط المويه هذه ربطها بالزمن اللي هي شوكة الساعة. أيوة. وهذا إشارة لنضوب، يمكن أن ينضب الماء كما يمكن أن ينضب منك الوقت. فهو يعني هذه الفكرة جدا شدتني، ذكية جدا بشكل، هل تتوقع أنه يقصدها؟ ذكية بشكل مخيف، إن شاء الله أنه يقصدها إبراهيم نبيل. اللي خان الفكرة في التطبيق أنه الصوت، يعني إحنا شفنا الشخص انزعج ورمى المنبه، رغم أنه المنبه أصلا منبه أطفال، أنا ما بعرف إيش اللي جابه في الغرفة. ما سمعنا، ما كنا نسمع صوت شوكة، فنحن ليش محتارين وليش بتقلب؟ يعني ليش منزعج؟ مفروض أنت تسمع صوت الشوكة تحت الساعة هي المزعجة له، بعدين يحصل مورف من صوت شوكة الساعة لصوت القطرة.
حتى تصهر الفكره يتضح هذا تقصد الشوك اللي هو العقرب يعني عقرب الساعه ايش عقرب الساعه اختلاف ثقافات اختلاف الشوك والسكين فصوت عقرب الساعه لو كنا نسمعه ثم عرفنا انه هو ينزعج من صوت الساعه ثم انطلق من صوت الساعه بعد ما صارت الكاميرا منتقل المطبخ الى صوت المويه كان عرفنا ربط نضوب الماء بنهاية زمنك عشان نهاية حياتك فلذلك أنا حبيت الفكرة جدا 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 وهو أكثر فيلم أعطيه درجات لأني دائما نحاز للفكرة رغم أنه هذه الملاحظة البسيطة وأتمنى تفتحوا دائما فرصة لصناع الأفلام أنه بعد النقد يمكن يقدموا الفيلم بشكل أفضل لقدام يعني إن شاء الله ممكن نستفيد منها في الموسم الخامس إن شاء الله وها حبيت هذا الفيلم ولا؟ لا والله مو يعني لطيف في التكنيك بحاول ابعد عن الحب لكن انا اعتقد انه في غموض بالنسبه لي انا ما يعني الكلام اللي يتكلم عنه الاستاذ هو قراءته لكن اعتقد انه هنالك دلالات معينه النوم السرير ليش السرير دبل ليش السرير مو مفرد الساعه كما قال حق اطفال كلها يعني دلائل وايحاءات الى شيء معين لما يكون في غموض في استخدامها يكون في غموض على المستوى العام بشكل عام لكن هي يعني أنت تتكلم عن غموض سلبي لأنه في أحياناً لجنة تتكلم عن غموض إيجابي طبعاً طيب. لا الغموض دائماً مو بإيجابي الغموض إيجابي في حالة واحدة أنك أنت تريد أن تفتح الذهن إلى أمور كثيرة وهذا يحتاج إلى أنك تكون أيضاً تستخدم الدلالات بشكل مو بشكل بشكل يعني ارتباكي أو شغل معي لا أنك متعمد أنك ما تعطي دلالة واحدة لا هو عنده دلالة واحدة ولكن استخدامه للأدوات كثيرة تقلبات لو تقلب واحد غير أنه يتقلب كثيرة قد أحياناً تكون متعاطي قد يكون واحد عنده هانج أوفر مثلاً أو عنده شغلات معينة يعني في الناس تقرأ من خلال ليست من خلال لا يعني انت في ذهنك واضحه قد تكون ولكن اللي تستخدمه من ادوات قد يشكل غموض في فانا كانت غامضه بالنسبه لي يعني شكرا لكم وبعد قليل سنتعرف على رايكم بالنقاط ونشوف يعني هذه الكلمات كيف تترجمونها الى نقاط لكن بعد ان نشاهد فيلمنا الخامس والاخير هذه الليله والزوجه الثانيه فيلم من صناعه عادل الشريف وهو مؤلفه وممثله انتجه خصيصا ل هذه المنافسة والشاشة لك يا عادل هاي شفت الدكتور ده ترى كان مسيح أما عاد تراها قوية عاد وانت تصدق أي شيء أيوة شلون يعني أنا كذاب زو حميدو ألا يسامى البركة بابروة هينا مجيني كان أنا مباري موتن جيه باتاروة بابروة هي مكان الكائن كأخوه سامروة
هذا الماء في مكان آخر من العالم لا يجدونه. ويوما ما أنقذ رجل عظيم حياتي مرتين، مرة بهذا الماء ومرة قبل أن أسقط في النار. قبل أن أسقط في النار. يا فلانة ربما ما قال كنت في زوجة ثانية فجنت الموت لأن هي تعرف أن تزوج الطبيب وأن الزوجة الأولى والوحيدة. والآن أنا أقول لها الثانية، أقول لها أن لما تشدين تقطعي شراييني ما يطلع دم وإنما يطلع حب الدعوة وإنما يطلع حب الدعوة. الزوجة الثانية هو الفيلم الخامس والأخير في هذه الليلة. أستاذ محمد بايزيد، شخصية طيب. عظيمة مثل الصميت، وأحييه على ذلك. يعني مثل الصميت يستاهل فيلم روائي والله. وهيكلية بالنسبة لهيكلية الفيلم، يعني الربط ما بين الشباب المشاغب ثم الأستاذ ثم الفلاش باك ثم تدخل الصميت كممثل ثم رؤية الصميت الحقيقي، أنا بالنسبة إلي لم أرها هيكلية مناسبة حقيقة. يعني أعتقد أنا مشكلتي مع هذا الفيلم، فيلم الزوجة الثانية، هو مشكلة نص بشكل أساسي، يعني بغض النظر عن النواحي الفنية اللي يمكن الخوض فيها لاحقا. أخيرا، عنوان الفيلم ذكي مشوق ومرتبط بمقولة للشخصية الحقيقية، فلعل هذا يعني من أهم نقاط قوة الفيلم يعني، وهذا رأيي باختصار. شكرا لك. طبعا الفيلم خوف كثير من مشاهداتنا، لكن شكله جاء يعني على عكس ما توقعوا. والله الفيلم جميل جدا في الإشارة لرجل عظيم من في زمن عز في صناعة القدوات الحقيقيين. عجبتني جدا موضوع التنوع في خطوط السرد بين الواقع والماضي والفيلم الوثائقي، أو هذا المزيج كان جدا مزيج موفق. كذلك العنوان عنوان مخادع يعني كان يوحي بشيء مختلف تماما. لكن الفيلم هذا بيقودنا الحديث عن نقطة، موضوع البحوث في الأفلام. يعني أنت الآن لما تيجي تعمل فيلم فيه تجسيد لواقع معين وليس هو فانتازيا أو من بنات أفكارك، تحتاج أنك تجري بحوث حتى تكون دقيقا في تجسيد الصورة، لأنه في أشياء خيال وفي أشياء واقع. أنا شفت تجسيد أفريقيا في مشكلة كبيرة جدا. أفريقيا تعاني من جفاف وليس من صحاري، ما فيها صحاري إلا منطقة الجزائر هذه اللي هي الشمال، لكن الصحاري الأفريقية ليست بهذا الشكل. تعاني من جفاف أفريقيا، يعني التربة طينية لكن في جفاف لما يشح المطر، لما ففي مشكلة إجراء بحوث للتعبير عن منطقة معينة، حتى في شكل الناس حتى في اللهجة. أنت الآن عندك الأب مختلف من سحنة الابن تماما، فهذه هنا تفيد البحوث. حفر الأبار لا يمكن أن يكون بهذه الصورة يعني، ولا هم عاوزين يدفنوا حاجة. يعني لما الطفل لقاهم بيحفر، أكيد الصميت ما كان يحفر الأبار بهذه الصورة ولا تحفر الأبار أصلا بهذه الصورة. فهنا أهمية البحوث. أنا لما أكون عندي موضوع زي كده عاوز أعبر عنه وأفريقيا ما عمري شفتها وكذا، هنا لازم أجري بحوث حتى يكون أكثر واقعية. لكن هذا لا يخفي أنه الفيلم فيه لمسة لطيفة جدا. شكرا أستاذ الواثق. أبو سدن، أنا حقيقة شارك الزملاء في قضية النظرة الفنية للعمل. العمل أعجبني كثيرا، فيه قضية الأداء التمثيلي من جانب كثير، حتى الرياكشن حق الطلبة في كان معبر، كان كان فعلا معبر مع أنه ما كان هنالك حديث. المعلم أوكي يعني أعطانا إيحاء جميل في الجنسية الموجودة فيها وكذا. الطفل كان رائع
الشباب أيضا رائعين. المخرج أنا أعتقد أنه واعي في استخدامه الطريقة السردية واستخدامه التوزيع بين اللقطات، بنائية اللقطة التي تقدم إلى اللقطة التي تقدم إلى اللقطة، بحيث أنا اختلافي مع الفيلم في المسمى. أنا كنت أتمنى لو يعني قدر لي أن يسمعني، إذا كان يسمعني أنا، أنه يعيدون مسألة يغيروا يعني العنوان. أنا مختلف معه، وبالتالي مختلف مع أنهم يأخذون من الأستاذ عبد الرحمن والدكتور رحمة الله عليه الجملة هذه، لأنه اختلاف الفارق بين قضية موقفنا مع الدعوة ومسألة الدعوة ومسألة أنك تنظر لها كزوجة. يعني حتى لو أنه كان يعتقد أنه كذا، إحنا نختلف معه. يعني ما يبقى قضية يعني أنه مثلا يعني إحنا نحترمه ونحترم جهده، ولكن أنه ينظر إلى الدعوة كزوجة هو رأيه الشخصي، وربما قد يكون رأي المخرج الشخصي كذلك. وربما الشيخ عنده مقولات عظيمة ممكن يعني يحطونها. عموما تعرف المخرجين يحبوا دائما الأشياء الجاذبة، وجذبنا بهذا الاسم يعني. شكرا لكلماتكم سادة أعضاء لجنة التحكيم، وانتهت بالتالي أفلامنا وكلماتكم، وحان وقت التصويت. التصويت يبدأ من الجمهور الآن. هذه الأفلام موجودة على يوتيوب، ادعموا الفيلم الذي تجدونه أقرب إلى نفوسكم، الفيلم اللي حبيته أكثر باللايك على المقطع الخاص فيه على قناتنا على يوتيوب، وصوتكم يفرق كثيرا خصوصا إذا تقاربت الأفلام وتقارب صوت اللجنة وصوت فريق النخبة. صوتكم يمثل 30 نقطة، اللجنة 45 نقطة، وسنأخذها الآن. فريق النخبة نأخذه في مطلع الحلقة القادمة على هذه المنصة. كيف توزعت نقاط لجنة التحكيم؟ نستمع إلى ناخذ العولقي في معنا وقت. طيب، عندنا أسرار نجوم الشاشة لك الذين ساهموا معنا في المواسم السابقة، وأحدهم هو أنور العولقي الذي أصبح الآن منتج على مستوى عالي وعالمي، وهو من أعضاء فريق النخبة. نأخذ كذا استلهامة من أنور العولقي، ثم نعود لنأخذ نقاط لجنة التحكيم. أنور العولقي والشاشة لك، إيش الرابط بينهم؟ الرابط صراحة كان يعني كانت الشاشة لك عبارة عن بدايات شاركنا فيها بأفكار جدا بسيطة وباجتهادات شخصية، يعني كنا على أمل إنه حنا نأخذ فيها جائزة، لكن صراحة كانت الموضوع أكبر من جائزة، كان هي انطلاقة. أنور العولقي بعد الشاشة لك يعني اتجه للتصوير كمدير تصوير. الحمد لله شاركت في كذا عمل كمصور ومساعد مصور في أعمال حتى خارجية مع شركات كبيرة. مع تطور السوق وتطور الأعمال اللي صارت خلال الفترة الماضية، صار أنور متجه إلى موضوع الإنتاج. أبغى أغش منك سرين من أسرارك لصناع الأفلام اللي داخلين في الموسم القادم من الشاشة لك في مجال الإنتاج. أتوقع أهم سببين، اللي هو السبب الأول إنه الشخص يعني يكون يعني خالط الناس اللي في بيئة العمل. السبب الثاني إنه أي شخص عنده فكرة يبدأ ينفذها. الشاشة لك أربعة، إيش تحلم إنك تشوف فيه؟ صراحة أبغى أشوف وجه جديد إن شاء الله، أعمال مميزة. أتوقع إنه صارت في فترة كبيرة عن الموسم السابق، فالفترة هذه فيها ناس طلعوا كثير في السوق وبانت أسماء كثيرة، أتوقع بتكون منافسة عالية جدا. هذا كذا كان أحد نجوم الشاشة لك أنور العلقي، ولديه ولدى زملائه تجربة واستلهامات، أعطانا سرين من أسرار نجاحه. وفي مدونة الشاشة لك على موقع الشاشة لك المزيد من الوجبات الثرية لكم، خصوصا أنكم مقبلون على صناعة أفلام ومشاركة في منافسة الشاشة لك STC، فاستفيدوا واستلهموا. الآن نقاط لجنة التحكيم على ما شاهدناه من أفلام. محمد بايزيد، شاهدت 5 أفلام هذه الليلة، فكيف وزعت نقاطك 15 عليها؟ وزعت نقاطي كالتالي: ثلث أخذ 4 نقاط، يوم راحة 4 نقاط، صورة 3 نقاط، لغيرك حياة نقطتين، والزوجة الثانية ما تبقى من نقاطي نقطتين.
شكرا لك ولنقاطك ولرأيك ولنقدك أستاذ محمد بايزيد. كيف وزعت نقاطك 15 أنت أستاذ الواثق الصالح؟ النقاط أو النتيجة متقاربة عندي، ثلث 4 نقاط، يوم راحة 3 نقاط، صورة نقطتان، والزوجة الثانية نقطة واحدة، ولغيرك حياة 5 نقاط. وين التقارب؟ والله ما شفت من 5 لـ1، يعني 5-4-3-2-1 حتى نازل. شكرا أستاذ الواثق. دكتور نايف. أنا بالنسبة لي منحت ثلث 3 درجات، صورة 4 درجات، الزوجة الثانية 4 درجات، يوم راحة درجتين، لحياتك لغيرك حياة، لغيرك حياة درجتين. أي هذا هو التقارب. إذن هذه كانت نقاط لجنة التحكيم، كيف أصبح لدينا الآن 45 نقطة وكيف توزعت. مجموع نقاط لجنة التحكيم على أفلامنا الخمسة هذه الليلة توزعت كما يلي: ثلث أخذ من النقاط 45 11 نقطة، في حين حصل فيلم يوم راحة على 9 نقاط، صورة حصلت من نقاط لجنة التحكيم على 9 نقاط، لغيرك حياة حصل على 9 نقاط كذلك، هذا هو التقارب الحقيقي. وأخيراً الزوجة الثانية حصلت على ما تبقى، حصل الفيلم على ما تبقى من نقاط وهي 7 نقاط. هذه إذن هي نقاط اللجنة 45، بدايتكم 30 نقطة، وكذلك فريق النخبة 25 نقطة، والليلة القادمة بإذن الله يتأهل فيلم قبل الأخير إلى النهائي، ونشاهد في الليلة القادمة آخر 5 أفلام في مسار الموضوعات المحددة. لكننا نذكركم بأننا فتحنا مسار جديد وهو مسار الشاشة لك STC، فيلم مدته 1 دقيقة في أي موضوع يدعو إلى الخير تحت عنوان لا يوقف الخير، وهو المسار الذي يمنحك جائزة قدرها 25,000 ريال كجائزة ذهبية خاصة بهذا المسار، ورحلة دولية مع STC لحضور تجربة تصوير أحد إعلاناتها وعيش هذه التجربة بكامل التفاصيل. إذن جائزة قيمة ومنافسة جديدة من منافسات الشاشة لك. إذن نذكركم بأن صوتكم على الأفلام التي نشاهدها يفرق ويحتاجه كثيرا أصحاب هذه الأفلام، ونذكركم بشركاء القيم والموضوعات الخمسة التي نشاهدها، وهم الشعلان من زمان أحباب، مكنون تدعم قيمة حلقات القرآن رقي وأمان، وكذلك جمعية زمزم تدعم قيمة تعزيز الصحة، ومركز باحثات يدعم قيمة وليس الذكر كالأنثى، وأخيرا نسيت القيمة الخامسة لكن ذكروني فيها، البئر، أحسنتم. أوه من ينسى جمعية العون المباشر، وشهدنا لها فيلمين ربما أو فيلم هذه الليلة، وجمعية العون المباشر وقيمتها البئر ليس مجرد ماء. شكرا لشركائنا كذلك ورعاتنا STC، العون المباشر، وأرز الشعلان وشركة الشعلان. شكرا للسادة أعضاء لجنة التحكيم: محمد بايزيد من الولايات المتحدة، عضو لجنتنا الجميل واللي حبيناه من أول طلة، الدكتور نايف بن خلف والواثق الصادق، وكذلك لمحمد عبيد الله، ونتمنى له التوفيق في رحلته. شكرا لفريقي الجميل والكبير والذين تظهر أسماءهم بعد قليل. شكري الخاص هذه الليلة أهديه لمخرجي الجميل أبو فيصل وائل المصري، ولكل من يظهر اسمه بعد قليل، والشكر لله أولا وآخرا، ثم الصلاة والسلام على الحبيب محمد. السلام عليكم أنتم ورحمة الله وبركاته. الشاشة لك، الشاشة لك، الشاشة لك، الشاشة لك، الشاشة لك.